الثقافة والتواصل من أجل كلمة بمناسبة افتتاح الدورة 23 من المهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة. تفضل سيدي. مشكورا. Monsieur le ministre, vos applaudissements. أخواتي وإخواني الفنانات والفنانين والعاملين في مجال السينما، أصدقاء السينما وأصدقاء الثقافة، مساء الخير لكم جميعا. كما كتعرفوا باش كنتكلموا على الصناعة الثقافية والصناعة السينمائية، خصنا نتكلموا على الأجيال اللي جاية إن شاء الله. هو في هذا الإطار وزارة الشباب الثقافة والتواصل بغات تزيد تقوي بالطبع المجال ديال التكوين لي فورماسيون. في هذا الإطار اليوم عندنا في ليزاداك وفي سماك الأستاذ لطيف أحرار والأستاذ حكيم العباس اللي كيجتهدوا باش يقويوا هذا المجال ديال التكوين، باش غدا لا للمستثمرين في هذا المجال الوطنيين او الدوليين ينقاو بالطبع اجيال صاعده بالمستوى اللي عند السينمائيين الحاليين واكثر ان شاء الله باذن الله. هذه السنه كذلك عرفات اجتهاد مع مجموعه ديال الجمعيات المهنيه باش نصلحوا ونقويوا المركز السينمائي المغربي. وبالطبع كيف ما كتعرفوا كاين مشروع قانوني تحت دابا في الامانه العامه للحكومه وهو يناقش حاليا في الحكومه، واعتقد ان في الاسابيع او الاشهر المقبله ان شاء الله باذن الله غنصدقوا عليه ونناقشوا في البرلمان باش يولي يعني تبسيط المساطر ونسهلوا العمليه للعاملين في هذا المجال. هاد النقط بالطبع حنا نجحنا فيهم، ولكن مازال مجموعه من التحديات كتنتظرنا. اولهم وتوا بدينا نخدموا عليها مع قطاع الشغل هو العقد النموذجي. بالطبع كيف ما كتعرفوا قانون الفنان تم تعديل ديالو في 2016 ومجموعه ديال المراسيم مازال ما كملاتش بما فيها القانون يعني العقد النموذجي. نوعد الفنانات والفنانين بان في الاسابيع المقبله ان شاء الله غنلقاو حلول مع القطاعات المعنيه الاخرى باش يدوز هذا المرسوم وباش يولي ان كونترا تيب للفنانات والفنانين باش ما يبقاوش يعيشوا المشاكل اللي كيعينوها اليوم. وانا عارف بان مجموعه الفنانات والفنانين كيجيو عندي كيجيو الوزراء او بطريقه مباشره او غير مباشره الا وكتوصلني بعض الاشياء اللي يقدروا يتبداوها. هذا هو الدور ديال الوزاره، ولكن في نفس الوقت غنحاولوا كذلك نقويوا السوق ديال المجال السينمائي في المغرب. فقط مرتبط ديك 70 مليون درهم اعتقد سنويا اللي كتمشي للعاملين السينما. وعلاش؟ لان يعني التحدي ديال الوزاره اليوم هو يوليو عندنا كيف ما تكلمت عليها مرارا وتكرارا افلام تاريخيه ديال المغرب. وفاش كنتكلموا على افلام تاريخيه كنتكلموا على امكانيات، وبالطبع ماشي ديك 70 مليون ديال الدرهم لان نقدروا نديروا افلام تاريخيه سي بوزيني. فغيكون اجتهاد في هذا المجال باش نزيدوا نقويوا مره اخرى الدعم اللي كيعطيه المركز السينمائي المغربي. وكذلك في اطار هذا يعني نقويوا السوق الداخلي للسينما. كيف ما كتعرفوا كنا عندنا عليه هذه السنه تقريبا مشروع ديال 150 قاعه سينمائيه ل 50 القاعة الأولى غتبدا إن شاء الله بإذن الله في 15 نوفمبر المقبل، وال 50 المقبلة في شهر 12 وال 50 اللي يعني في شهر 1، وغنكونوا كملنا أو بدينا بلوتو هذا المشروع اللي كنعتبره مهم جدا. لأنه أولا غير فاش تم الإعلان ديالو طلق دينامية إيجابية، لأن مجموعة ديال المستثمرين بغاو يستثمروا في القاعات السينمائية وهذا مهم جدا. ثانيا الوزارة بالطبع ما جاياش باش دير الكونكورونس القاعة السينمائية حضرة، بالعكس حنا فقط يعني ركزنا على المدن المتوسطة والصغرى اللي لحد الآن ما فيهاش قاعة سينمائية، واعتبرنا أن لا يعقل مدينة كمدينة ورزازات اللي كتستقبل سينما العالم ما تكونش فيها قاعة سينمائية. دونك في هذا الإطار وهم مدن كثيرون يعني مدن صغرى متوسطة اللي لحد الآن نقدر نقول لكم كاين واحد الجيل اللي ما كيعرفش شنو هي السينما، والكل كيعرفونا بأن بالطبع الثقافة والسينما هي مرآة المجتمع. فمن حق هاد الشباب والشابات يكونوا هم كذلك يشوفكم انتوما في القاعات ديالهم ان شاء الله في الاشهر المقبله. اذا لهذا سوف يتم اعلان هذه القاعات السينمائيه في القليل يعني في الشهر المقبل. قلت قبيله بان هذه الديناميه الايجابيه خلقات مستثمرين جدد اللي بغاو يستثمروا في قاعه سينمائيه في مدن متوسطه كذلك، وهذا بحد ذاته ايجابي جدا لان كاين واحد المستثمر اللي جا عند اللي جا المركز السينمائي المغربي وبغى يحل تقريبا 20 ولا 30 قاعه اعتقد. اذا هذه الديناميه يعني السينما مازال عندها لونغ في ان شاء الله في المغرب. كنا واحد الوقت متخوفين على السينما، القاعات ولاو كيسدوا الناس ما كيمشيوش في السينما. اليوم الحمد لله القضيه يعني شيئا ما مستحسن. زائد على هذا النقطه اللي كانت نقطه ضعف في القاعات السينمائيه كذلك حاولنا نصلحوها هو الثمن ديال لو تيكيت سينما. لي دو
بلاتفورم دو سينما اللي كاينين حاليا بريفي اللي معروفين. الحمد لله وصلنا معاهم بون نيغوسياسيون باش على الاقل الشباب ما بين 16 و 30 سنه في اطار جواز الشباب اللي تم الاعلان عليه كذلك غيولي عندهم اون ريدكسيون باش يوصل الثمن ديال السينما 30 درهم لواحد المقاوله واعتقد 35 المقاوله الاخرى، وهذا بحد ذاته ايجابي جدا لان غيخلي الضوء غيعطي فرصه للاجيال الشباب والشابات باش يدخلوا السينما. وانتم كتعرفوا بان الاطفال والشباب هم اللي كيعمروا القاعه السينمائيه، وفي هذا الاطار انا عندي كذلك طلب لي سينياس خصنا نفكروا باش يكونوا دي فيلم بور انفون، افلام للاطفال. الاطفال المغاربه والشباب المغاربه عندهم الحق يكون كذلك دي ايرو ماروكا، ابطال مغاربه. خصنا ننجحوا في هذا التحدي كاملين، وبالطبع مره اخرى المركز السينمائي المغربي ووزاره الشباب والثقافه والتواصل من فتحة على الجميع باش انصر ان شاء الله ننجحوا في هذا التحدي. شكرا لكم و ايبون فور.